السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة تجمعنا وياكم طبعا من مثل الإمارات وعبر قناة ظفرة. أكيد وأنا بدوري أرجع ورحب فيكم مشاهدينا ومستمرين معاكم ساعة ونصف في فقراتنا المتنوعة. أما الحين خلينا نتأخر عليكم ونسير معاكم إلى أهم عناوين حلقة اليوم. اللعبة الدوارة تدور وتنتشر والتربويون يحذرون. حوت قاتل على شواطئ أم القيوين، ما هي حقيقته؟ كن خائنا تكن أجمل، بعيدا عن العنوان نقرأ مشاعر حب فريدة. أنت ملاحظ اليوم عبد الله أني أنا مستوية طولك؟ ما شاء الله شفت كيف؟ يوم لابسة أطول كعب عندي عسبة تطول مستوية طويلة. مشاهدينا أول شيء نبدأ معكم طبعا مع نشرة الأخبار وزميلة شيماء الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. بعث صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة بمناسبة الاستفتاء الشعبي العام على التعديلات الدستورية. وعرب صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله في برقيته عن تمنياته الصادقة لتركيا وشعبها الصديق بالاستقرار والازدهار، متمنيا سموه لفخامة الرئيس التركي موفور الصحة والعافية وللجمهورية التركية وشعبها الصديق المزيد من التقدم. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإعفاء السائقين من أصحاب المخالفات المرورية البسيطة وغير الخطرة ومن ليس لديهم سوابق مرورية من حجز مركباتهم جراء المخالفات التي ارتكبوها واستوجبت الحجز وفقا للقانون، وإعفاء السيارات التي أنهت نصف مدة الحجز. في هذا السياق قال سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، قال إن هذه اللفتة الكريمة تأتي تماشيا مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2017 عاما للخير، كما أوضح أن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سيتم تطبيقها فورا على السائقين ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الإعفاء. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم شارقة اليوم دورة التاسعة من مهرجان شارقة القرائي للطفل والتي تقام فعاليتها في مركز إكسبو شارقة وتستمر حتى 29 من إبريل الجاري تحت شعار اكتشف عن قرب. وبعد قص الشريط أو شريط الافتتاح قدمت مجموعة من الأطفال أمام سموه فقرة إنشادية توضح أهمية القراءة لدى الأطفال ومساهمتهم في تنمية مهاراتهم ومعارفهم. وتجول سموه في قاعات المهرجان وزار سموه أجنحة العديد من دور النشر المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى أجنحة بعض المؤسسات والهيئات الحكومية الثقافية والتربوية. وطلع سموه على ما تقدمه من إصدارات قيمة تستهدف الزوار والأطفال بشكل خاص إلى جانب النشاطات والفعاليات التي تنظمها هذه الجهات في المهرجان. والتقى سموه مسؤولي الأجنحة واستمع منهم إلى شرح عن إصداراتهم ونشاطاتهم. هذا وزار سموه عددا من الأجنحة المشاركة، كما وأطلق أيضا خلال زيارته لمنصة دائرة الخدمات الاجتماعية أول برنامج تدريبي إلكتروني لأولياء الأمور بكيفية تعليم وتوعية أبنائهم قول لا تصرفات الخاطئة أو قول لا للتصرفات الخاطئة والاستغلالية تحت شعار علم طفلك أن يقول لا. وتوجه سموه بكلمة أبوية إلى كافة أولياء الأمور بضرورة رعاية الأطفال والاهتمام أو رعاية الطفل والاهتمام بتوعيته وتربيته التربية السليمة. وتفضل سموه بتكريم الفائزين بجوائز معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل 2017 والفائزين بجائزة مهرجان شارقة القرائية لكتاب الطفل 2017 والفائزين بجائزة شارقة للأدب المكتبي.
اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان اليوم على خطط وبرامج الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى جانب المشروعات المستقبلية التي تنفذها لتوفير الكهرباء والمياه وتطويرها في الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة. جاء ذلك خلال استقبال سموه سعادة محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والذي قدم نبذة عن أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة في إمارة عجمان. استمع سموه من سعادته خلال اللقاء إلى شرح حول خطط الهيئة الاتحادية المستقبلية بما يسهم في تطوير البنية التحتية لإمارة عجمان وتمكينها من مواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء والماء. أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ضرورة الاهتمام بضباط وأفراد وزارة الداخلية وتأهيلهم وصقل معارفهم الأمنية من خلال تنظيم الدورات التدريبية وحضور الندوات والمحاضرات الأمنية والشرطية والتعرف على المهام الواجب تنفيذها خلال فترة عملهم بالوزارة وأقسامها المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء سموه بحضور سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان اليوم بالديوان وفدا من وزارة الداخلية. ضم اللواء سالم عين الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة والعقيد فواز خليل بدران مدير عام الدعم الأمني بالوزارة. وأقام سموه خلال اللقاء بتقليد الضابطين وسام شرطة عجمان بمناسبة احتفالاتها باليوبيل الذهبي لتأسيسها ويوم عجمان للتميز، وذلك تقديرا لتميزها وجهودهما أو لتميزهما وجهودهما في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن من خلال تعاونهما مع شرطة عجمان. أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية دور المجلس الوطني الاتحادي في خدمة المصلحة العامة والتعامل مع مختلف القضايا والمستجدات بمنهج ديمقراطي يتوافق مع التغيرات الدولية والإقليمية التي تصب بالدرجة الأولى في خدمة شؤون الوطن والمواطنين. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعددا من أعضاء المجلس الذين قدموا إلى إمارة الفجيرة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها المجلس إلى مختلف إمارات الدولة للوقوف على أهم الإنجازات فيها. وأكد سموه أن دولة الإمارات أصبحت اليوم مثالاً يدعو للفخر والاعتزاز ونموذجاً في التجربة الديمقراطية والعمل الوطني المخلص الذي يحتذى به على مستوى العالم. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصره بالرميلة المهندسة مها علي أحمد الصريدي وهنأها سموه بحصولها على درجة الماجستير في التخطيط العمراني والحضري للمدن من الجامعة الأمريكية في الشارقة. استمع سموه لشرح موجز عن مضمون رسالة الماجستير وأهدافها بدورها. شكرت أيضا الصريدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على دعمه دائم وتشجيع سموه للطلاب المتفوقين والمتميزين في الإمارة. حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة. التقى صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي. التقى المشاركين في الملتقى الخامس للصخور الصناعية والتعدين والذي انطلقت أعماله أمس في فندق نوفيتيل في الفجيرة. ودعا سموه ضيوف المؤتمر للاطلاع على تجربة الإمارات والفجيرة الرائدة في مجال الصخور الصناعية والتعدين وإلى العمل على فتح آفاق نوعية في مجال الاستثمار التعديني، مؤكدا أن الدولة أرست مجموعة من القوانين والأنظمة لإدارة الثروات المعدنية والتعدين وللتشجيع على الاستثمار في القطاع التعديني. أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة باهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في دعم التراث. وقال سموه خلال حضوره أمس الاحتفال التراثي الذي نظمته جمعية الشحوح للثقافة والتراث في مقرها باليوم العالمي للتراث، قال إن دولة الإمارات تزخر بإرث تراثي وثقافي مهم
المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي عنده لنا الزميل عبد الله الحريبي. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الاحتفال التراثي الذي نظمته جمعية الشحوح للثقافة والتراث في مقرها بمنطقة جلفار في رأس الخيمة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتراث. الإمارات الحمد لله غنية بتاريخها وبشعبها اللي هو حافظ على ترابه على مر سنين، والحمد لله التاريخ يذكر إسهاماتهم. هم كانوا أسياد البحار، هم أسود للجبال وفي الرمال. الحمد لله عاشوا في بلادهم بعز وفخر وحافظوا عليها، والتاريخ له علامات الحمد لله. شوف هذا اللي شفناه من مساهمات الشباب، هذا يدل على أصالة هذا البلد وتراثه الغني. والإمارات بعزتهم طبعا وبإيمانهم بتاريخهم هذا، طبعا هم مؤمنين بمستقبلهم إن شاء الله لصنع البلد اللي يعتز فيه كل إنسان. الحمد لله الإنسان هو يعيش في الحاضر صحيح، لكن ليس له غنى عن تاريخه وليس له غنى عن مستقبل. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بجهود واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بالأنشطة والفعالية التراثية التي تحافظ على الموروث الشعبي بهدف تواصله بين أجيال الحاضر والمستقبل. استنكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مواثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر حادث انفجار عبوة ناسفة الذي تعرض له اليوم وفد الهيئة خلال أداء رسالته الإنسانية للمتأثرين من المجاعة في الصومال. وأدان سموه الاستهداف الذي تعرض له الوفد من قبل مجهولين، وأجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد اتصالا هاتفيا بالوفد واطمأن من خلاله على صحة أعضائه، مثمنا سموه تضحيتهم ومتمنيا لهم العودة بسلام وأمان إلى ديارهم. شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم حفل تكريم الفائزين بمسابقة أقدر للتوعية الطلابية الموسم الرابع، وعددهم 24 طالبا، وذلك بمقر معهد تدريب المعلمين في عجمان، وذلك بحضور مع الحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم. وكرم سموه فريق عمل الميثاق الوطني الإماراتي للعالم الرقمي لجهوده في إعداد الميثاق الذي يركز على رؤية دولة الإمارات 2020 وفريق عمل اليوم العالمي للإنترنت الآمن، تقديرا لجهوده في تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية والتي شملت تدريب طلبة المدارس والجامعات وأولياء الأمور حول الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت. افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي للمدققين الداخليين والذي تنظمه جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، ويستمر يومين في العاصمة أبوظبي، وذلك بمشاركة حشد من أبرز صناع القرار والخبراء والعاملين المحليين والدوليين في مجال التدقيق الداخلي. وأكد معالي على أهمية زيادة أعداد المدققين الداخليين المواطنين وتعزيز مهاراتهم، منوها إلى أن الشفافية والفعالية والابتكار والمبادرة هي من مرتكزات عمل المدقق الداخلي. ها
هذا وكرم معالي محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر، وحسن الملة رئيس معهد التدقيق الداخلي في قطر لجهودهما الكبيرة في خدمة قطاع التدقيق الداخلي. كما قام معالي بتكريم الشركات والمؤسسات الراعية للحدث. أصدر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة قرارا بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر للدورة الرياضية 2016-2020 برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعضوية سلطان مراد الجوكر وعبد المنعم عبد الله الختال وعبد الله خلفان اليماحي وأحمد عبيد علي الدرمكي ويوسف أحمد عبد الله ومحمد تمجيد محمد. نص القرار على أن يتولى مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له توزيع المناصب الأخرى بين الأعضاء وإتمام عملية الاستلام والتسليم مع المجلس السابق. استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة تفجير الإرهابي الذي تعرضت له قافلة الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الذي لم تنتج عنه أي إصابات أو خسائر بشرية. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها دعم دولة الإمارات للصومال وحكومة وشعبا، مؤكدة أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مد يد العون والمساعدة للصومال وهو يمر في مرحلة إنسانية حرجة. وصلت قوة الشرعية اليمنية تقدمها باتجاه معسكر خالد بن الوليد فيما احتدت المعارك والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل في محيط المعسكر في الوقت الذي سيطرت فيه قوات الجيش اليمني على مخزن يحوي أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة وذخائر لميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية في المناطق المحيطة بالمعسكر. وكثفت قوة الشرعية هجومها على تجمعات وجيوب أو الميليشيات شمال وشرق وغرب المعسكر بتغطية نارية بالمدافع والدبابات، وتمكنت قوات الشرعية من دحر الميليشيات من مواقعها وأحكمت حصارها على المعسكر وأخمدت مصادر النيران. يأتي ذلك فيما تصل تعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة من قوات التحالف العربي إلى جبهات القتال شرق المخا لدعم الجيش الوطني والمقاومة مع إسناد جوي لطيران التحالف وملاحقة فلول الميليشيات الانقلابية. أطلقت عدد من الشركات الكبرى في العاصمة أبوظبي عددا من المشاريع الجديدة التي سترى النور خلال الأعوام المقبلة. جاء ذلك في أعقاب مشاركة مجموعة من أبرز المطورين العقاريين المحليين والدوليين في الدورة 11 من معرض سيتيسكيب أبوظبي. زميل أيمن مصبح سلط الضوء على بعض هذه المشاريع وعد لنا التقرير التالي. تستمر فعاليات معرض سيتيسكيب لليوم الثاني على التوالي في دورته 11 بمشاركة العديد من الشركات التي جاءت لتستعرض العديد من المشاريع التي سترى النور في الأعوام المقبلة. تعالوا لنتعرف في يومنا الثاني على بعض هذه الشركات. أعلنت عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى المشاركة في معرض سيتيسكيب 2017 في أبوظبي خلال اليوم الثاني عن مجموعة من القرارات المتعلقة بمشاريع تطويرية مهمة في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى، علاوة عن الكشف عن آخر التطورات والمستجدات الخاصة بمخططاتها العامة خلال الأعوام المقبلة. طبعاً اليوم مثل ما تفضلت وقعنا ثلاث اتفاقيات لمشاريع أسواق مجتمعية واللي هي تخدم بالذات أو بشكل خاص سكان مدينة أبوظبي اللي ساكنين في البر الرئيسي. الأسواق المجتمعية هذه عبارة عن أسواق تخدم سكان المنطقة نفسها، فمن هنا تسمية السوق المجتمعي. وسلطت آبار العقارية الضوء على عدد من المشاريع الرائدة ضمن محفظتها العقارية التي تضم بشكل رئيسي قطاع الوحدات السكنية وعددا من مشاريع الضيافة والمباني ذات الاستخدام المتعدد، حيث ركزت الشركة هذا العام على مشروع لامار أحدث مشاريع آبار العقارية والأول من نوعه على الواجهة البحرية لشاطئ الراحة في العاصمة أبوظبي. هذه المشاركة تعد من أهم المشاركات لآبار العقارية،
لأن بعد فترة انقطاع سنتين لثلاث سنوات ما شاركنا، حبينا نعود في هذا المعرض سيتيسكيب بمشاريع نفذت وعلى أرض الواقع. أهم هذه المشاريع مشروع لمار الموجود على شاطئ الراحة في أبوظبي، مشروع سكني يتكون من أربع أبراج متصلة مع بعض مع بوديوم، وفيها تاون هاوسز مطلة على البحر. المشروع مكون من مثل ما قلت أربع أبراج، تقريبا في 435 وحدة، قول نسبيا 100 وحدة في كل برج. كما أعلنت إيجل هيلز شركة الاستثمار والتطوير العقاري عن مشاركتها للسنة الثالثة على التوالي في معرض سيتيسكيب أبوظبي. إيجل هيلز الحمد لله موجودة في ست بلدان في العالم منها الأردن. في الأردن لنا أربع مشاريع، مشروعين في العاصمة عمان ومشروعين في العقبة. قيمة مشاريعنا الحالية 2.4 مليار دولار. مشروعين عمان هو فندق W وشقق سكنية ومراكز تجارية، إن شاء الله افتتاحه قبل نهاية العام الحالي، وأيضا فندق وشقق سانت ريجس الأول في النوع في الأردن من حيث الخدمات، وهو في إدارة مارد انترناشنال، قيمته أكثر من 300 مليون دولار، وأيضا افتتاحه نهاية العام الحالي بداية العام القادم. وشهد اليوم الثاني من فعاليات سيتيسكيب أبو ظبي توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني ومجموعة من كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات في أعقاب الخلوة التي نظمها المجلس مؤخرا تحت عنوان فيكم الخير. سباق محموم بين كبريات الشركات التي جاءت هنا للمشاركة في معرض سيتيسكيب، وذلك لاستقطاب المستثمرين وكذلك مطوري العقارات وكذلك بيع أكبر عدد من الوحدات السكنية. من مركز أبوظبي للمعارض، أيمن مصبح، قناة الظفرة. ولازلنا في الشأن الاقتصادي، حيث عززت أسواق المال الإماراتية من رصيد مكاسبها في جلسة اليوم بعدما وصلت شريحة الأسهم القيادية خاصة المدرجة ضمن القطاع العقاري صعودها وسط المزيد من التحسن في شهية التداول، وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 4,400,000 درهم وفقا لما يظهره التحليل اليومي للتعاملات المتابعة. أما الآن إليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. بحسب وسائل إعلام محلية، تستحوذ اللعبة الدوارة المعروفة باسم سبينرز والمنتشرة حاليا في الأسواق على اهتمام شريحة واسعة من الطلبة بمختلف الأعمار، واللي يلجؤون إليها زاعمين أنها تخفف من حالة الضغط النفسي اللي تلازمهم بعد يوم دراسي، لدرجة طبعا أن أصبح استخدامها بديل عن تصفح الهاتف المتحرك والإنترنت وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. رغم بساطتها، نصح تربويون بتقنين استخدامها لأنها تصرف الطلبة عن الدراسة، وخاصة أن الفصل الدراسي الثالث كما هو معروف يعد أقصر وأسرع الفصول الدراسية. نحن مشاهدينا غايتنا مو بطرح هذا الموضوع طبعا أن محاصرة الطلاب، فمن حقهم تمضية وقت الفراغ والتسلية، ولكن لما تكون التسلية بشيء مفيد. على كل حال، خلنا بنستوضح اليوم جدوى موضوع هذه اللعبة، ومعانا الخبير التربوي الأستاذ سالم الكعبي. حياك الله أستاذ الكريم. يا مرحبا، حياك الله. الله يسلمك. بناخذ تقرير نشوف شو اللعبة ومن اللي يستخدمها وشو تفاصيلها في تقرير، وبعدين نعود نحن نوضح الأمور إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إذا تقرير ونعود، تابعونا.
اشتكى عدد من المعلمين بمدارس الدولة وحتى رياض الأطفال من انتشار لعبة سبينرز إزالة التوتر بين الطلاب في المدارس، حيث أصبحت موضة رائجة مؤخراً وأصبح الطالب لا يتوانى من إحضارها للمدرسة والصفوف الدراسية، الأمر الذي يسهم في بث التوتر بين الطلاب وتشتيت الانتباه داخل الفصل. كما أكد المعلمون أن هذه اللعبة تعد اختيار غير صائب للطالب، مطالبين أولياء الأمور بمنع أبنائهم الطلاب من إحضارها معهم للمدرسة، مؤكدين أنهم يقومون بمصادرة هذه اللعبة من كل طالب لأنها تعرقل العملية التعليمية داخل صفوفهم الدراسية. الطلبة لهم رأي آخر، إذ أكدوا أن هناك قواعد في المدارس لابد أن يتبعوها تتمثل في عدم استخدام أي لعبة داخل الحصص الدراسية، ولكن يمكن استخدامها في وقت الفراغ، موضحين أن سعر هذه اللعبة يتراوح بين 10 و50 درهماً، ويوجد منها ألوان متعددة، يتنافس الطلبة في امتلاك أغرب الألوان منها أو استخدامها في التسابق. طبعا اول شيء نحن شفنا هاللعبه من فتره، ولكن سمعنا عنها ان هي بديله للكره حق الاسترس حق الضغط، وهذا يستخدمونها حتى الكبار في السن ومسوين منها اشكال شويه نموذجيه. ولكن قبل التينا امانه جربتها ولا لا؟ جربتها نعم. في تشيل استرس شيء؟ لا والله ما تشيل شيء. زين شو مشكلتها هاي من وين جت وكيف جت وشو ترتيبها؟ طبعا هي دخلت في مجال السوق المحلي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبدات الشركات تنتجها وتنزلها للاسواق. زين وبدات طبعا تعرف ما شاء الله اولادنا في المدارس متفتحين الان ووسائل التواصل الاجتماعي سهله عندهم، صح، فبداوا يمارسوا اللعبه هذه. هي لعبه بسيطه طبعا، وكانت مرت من قبل في فترات السابقه بعض الاشياء اللي مشابهه لها. شبيهة. نعم، وايضا خضت لها حجز من الوقت وانتهت مع نعم. مع الزمن. يعني في اعتقادك ان هذه ممكن تكون فتره وتمر ولا؟ ما في اعتقادي، تقريبا ان اي زمن ان هي فتره من الزمن ستكون موجوده في المدارس، بعد ذلك تنتهي مثل ما دخلت الالعاب الثانيه وانتهت بعد فتره. طيب هل في عندنا احنا قوانين معينه في المدارس انها يعني تمنع الانتشار مثل هاي الالعاب بما انها تضر طبعا مصلحه الطالب في الانتباه للمدرسين؟ هي القانون الداخلي من المدارس موجود في النظام هذا، ليش؟ لأنه من لائحة السلوك أيضا أي شيء يؤثر على العملية التعليمية يحق للمدرسة أن هي تمنعه من دخول المدرسة. طيب هي اللعبة بنفسها هي ما تمثل الخطر أيضا، هذا الخطر فيها أن هي مصنوعة من مادة الحديد. نعم. زين وثقيلة، فلو صار فيه أي مشادة أو شيء بين الأطفال ممكن أن الطفل الثاني يتأثر منها. نعم. لكن اللعبة هي بنفسها هي عبارة عن لعبة بسيطة يعني سهلة، وأطفالنا وطلابنا يحبوها. ليش؟ أنها سريعة اللعب. نعم. وسريعة الحمل، ممكن حملها بسهولة وما تأخذ حيز كبير، وألوانها جذابة، وتعمل عملية منافسة بينهم مين اللي يقدر يلعبها بشكل مميز عن الآخر هو مختلف طبعا. يعني هي كلعبة يمكن ما فيها مثل ما قلت انت مشاكل، ولكنها ايضا تسبب عنصر مشكله اذا ما استخدمت في غير محلها. اي نعم. انزين ابنائنا الان لماذا يلجؤون لمثل هذه الالعاب؟ اي شيء يظهر في السوق متى ما استخدم احد وظهر على التواصل الاجتماعي يلجؤون له بطريقه او باخرى. هل عندنا نحن فراغ؟ هل عندنا نحن فائض من الوقت اللي يستدعينا نحن ان احنا نتوجه لاي شيء موجود؟ هل في قصور من قبل الاسره؟ فضول التجربه. زين اي طفل يشوف اي لعبه زين يبي يجربها، وهذا من الالعاب اللي حب يجربها. وصار ايضا منافسه بين الطلاب مين اللي عنده لون مميز، مين اللي يلعبها بشكل مميز، فبدات تنتشر في اوساط وين المدارس. المدارس طبعا طريقه جذب سريعه بالنسبه اساس اللعبه هذه. ليش؟ انها انتشارها واسع. نعم. وثاني شيء شريحه ايضا المدارس كبيره جدا طبعا. زين وعملية التواصل أيضا في المدارس أيضا كبيرة جدا، فهي تسهل في عملية انتشار اللعبة في المدارس. حتى بعض الطلاب استغل الشيء هذا وبدأ يعمل عملية تجارة فيها، يتاجروا فيها، يبيعوها في المدارس. نعم. أنا حقيقة اليوم الجمعة اللي طافت كنت عند الأهل وشفت الأهالي يلعبون بها، عندهم حوالي 20 حبة، أقول لهم يا من وين جايبينهم هذه؟
تخيل يعني اعمار 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات مشترينها من الانترنت سوق.com. ها سوي لكم دعايه شارينها عن طريق الانترنت وجالسين يلعبون فيها ولا ويبدلون القطع اللي من بينها على اساس يشوفون اي وحده اسرع وحده اي وحده اللي تبقى اكثر شيء. واضطرينا ندخل اليوتيوب ونشوف شو في العاب جديده ونحط القلم داخلها ونسوي حركات على اساس نشوفها. ابغى ادخل في عقول هالاطفال هذه فعلا سحرتهم يعني فعلا خذوا وقت طويل جدا من حوالي 3 ساعات وهم مشغولين بها بعيد عن كره القدم بعيد عن الانترنت بعيد عن حتى الجيم كانوا مشغلين جيم لكن ما حد يلعب عليه يلعبون بها هذه. طيب هذه مش مشكله بس الشيء الجديد محبوب وهذا شيء جديد لعبه جديده نزلت بالسوق وهم راغبين فيها ده مثل ما قلت لك انا بتاخذ وقته وثم بعد وتروح. ذلك بتنتهي لاحظ في مثل عند الشباب وعند الاطفال ونلاحظ ايضا اكثر شيء عند الاطفال الصغار صحيح تكون اللعبه مش اللعبه اي لعبه مرمايه اي طفل بيروح يلمسه من اخوانه من ماله شو بتلقاه يصرخ ويبي اللعبه هذه نعم هنا نسأل نفسنا ما هي مرماية من ساعتين 5 ساعات ليش بها؟ لأنه تملك الشيء هذا نعم. أطفالنا نفس الشيء في المدارس يحبوا التملك هذه اللعبة على أساس أنه يكون ما يكون شاذ عن أقران الطلاب الموجودين معاه فيكون حاصل اللعبة ثاني شيء لاحظ أنه هو يبي يتميز في لون معين أنه ما يكون عند ربعه موجود نفس اللون أو أنه يتميز في نظام اللعبة نفسها اللعبة هل ممكن يعني السؤال هل يعني ممكن لي هل المدرس زين يقدر يستفيد من هذه اللعبة نعم. في الصف أم هي بس فقط عائق ومشتت انتباه يتراوالي إذا حاول يستفيد منها في الصف بيمنعها وهذه يمكن طريقة الأسرع لأننا نحن زين خلنا نحن بنخوض في هذا الموضوع يمكن مفصل خصوصا الصف وأعتقد أنت لك باع طويل فيه تخبرنا عنه لكن عندنا أيضا مداخلة هاتفية نشوف الجانب النفسي شو هو بالضبط طبعا. مشاهدينا من العاصمة أبو ظبي ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مدحت الصباحي استشاري الطب النفسي رئيس وحدة التأهيل النفسي بمدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت شركة صحة حياك الله دكتور أهلا وسهلا الله يحفظك يا رب إن شاء الله نحن نتكلم اليوم على التأثيرات النفسية اللي تحدثها ممكن هاي سبينرز هو اللعبة يعني زي ما ذكر الأستاذ الخبير التربوي أي لعبة جديدة بتكون ليها نوع من أنواع الجاذبية والتنافسية وكذا لكن إيه الأثار الإيجابية بتاعتها والأثار السلبية والاستفادة اللي ممكن تستفيدها من اللعبة ديت والمضار اللي ممكن تؤدي ليها احنا يعني المبدا يمكن زي ما ذكر الاستاذ انه بيكون في نوع من انواع تشتيت الانتباه عن بعض العادات او السلوكيات باستخدام اللعبه دي ده ممكن يكون مفيد في بعض الاضطرابات وممكن يبقى مضر بالنسبه للدراسه او ممكن يكون مضر بالنسبه لبقيه اليوم لو بصينا للناحيه الايجابيه في بعض الحالات ممكن نستفيد بيها في علاج الحالات ديت في مسألة اللعبة مثلا بعض الأطفال اللي عندهم ADHD اللي هو التشتت الانتباه أو بعض الأطفال اللي هم عندهم التوحد أو اللي عندهم نوع من أنواع التوتر والقلق ممكن ده بيشتت تركيز الطفل عن الحياة ديت ويخليهم يركزوا في بعض الألعاب في اللعبة ديت لفترة أطول طيب. ممكن يكون شيء مجدي او مفيد اكيد طيب في تفضل كمل دكتور لكن الضرر ان هو بقى زي ما ذكر الاستاذ ان هو ممكن تبقى حاجه خطره لانها من حديد او ان هي ممكن يبقى في نوع من انواع الايذاء للطفل او للمصطحبين ليه نعم طيب في امكانيه ان يصل التعلق بهذه اللعبه لحد الادمان هو يعني هقول لحضرتك هو ان هي تسبب ادمان او وسواس قهري او حاجات كده زي ما بيشاع ده بيعتمد على استعداد الشخص نفسه. نعم. يعني يمكن حتى ممكن بعض الناس تستخدمها لعلاج ادمانات بعض الناس بان هو يتحول لادمان هذه اللعبه. نعم. الفكره ان لو انا عندي استعداد للادمان ممكن يحصل لي كده، لو انا عندي استعداد جيني او وراثي او كيميائي في دماغي لمرض الوسواس القهري ممكن يحصل لي دوت. لكن هي تسببه لا مش هي اللي بتسببه نعم. هي ممكن تكون يعني ممكن استخدمها لعلاج بعض الحالات اللي زي كده ان انا اغير من نوع الادمان لادمان اخر نعم بس ما هي نفسها لا تسبب الادمان
اكيد هي بعض الالعاب هم سموها ادكتيف ليه؟ لانها زي ما ذكر الاستاذ ليها الوان جذابه وهي بتفضل بمجهود بسيط بتقعد لفترات طويله تدور وكده، فبتخليه يعني مركز فيها مده اطول، وبتخليه ممكن مع الوقت يعتاد على هذه العاده والطول معاه، فبيبقى نوع من انواع التعود، لكن لو توقف عنها ممكن بيتوقف عنها ما بقاش فيها مشاكل. زين دكتور، نصيحتكم للاهالي والمدارس والطلاب؟ هو يعني مش بس للاهالي والمدارس وحتى لل مش الاطفال في المراهقين والناس الكبار، ان انا يعني اي حاجه اوكي زي ما ذكر الاستاذ كده ان اي حاجه جديده بتبقى جذابه وكل ما ممنوع مرغوب، هو بهدوء ماشي انا احدد وقت معين ان للعب ووقت معين للدراسه. في المدرسه الحاجات دي ادوات خطره ممكن تبقى مزايده للطلبه، فمش مسموح ان انا مثلا استخدمها في خلال الدرس لانها هتشتت انتباهي عن التركيز بتاعي في الدرس بتاعي، ممكن تبقى اداه خطره لايذاء الاخرين او حتى لايذاء نفسي انا بلعب بيها. يعني النهارده الصبح لسه شايف طفل بيرميها لفوق وبيلعب بيها، فممكن تنزل وهي حديد فممكن تاذيه هو شخصيا او تاذي الاخرين. صحيح. فلازم نحد شويه منها داخل المدارس او يبقى في وقت محدد لاستخدامها، ويفضل طبعا ما تستخدمش داخل المدارس لانها ممكن تؤذي الاخرين. اكيد. لو في البيت بس بسمح لهم بس بوقت محدد، على فكره هي ممكن تبقى مفيده ان احنا نبعدهم عن التلفزيون وعلى الايباد وعن حاجات كده، في حاجه يدويه تقلل شويه من الاذاء من الالكترونيات والحاجات ديت، فقد تكون مفيده مش ضاره، لكن تحديد الوقت مهم جدا. طيب. طريقه المنع ممكن تخلي الناس بدل ما هتمتنع لا تحب انها تعملها اكتر، فلو همنع حاجه زي كده يبقى بحدد الوقت وبساعد الشخص ان هو يحدد وقته ما ياخدش منه وقت اطول من الوقت المحدد للعب. طيب. يبقى في وقت على قد ما هتلعب بدايه المفروض انك انت يعني باختصار دكتور هي عمليه كنترول، عمليه سيطره بالضبط. من الكامل. نحن نشكرك دكتور مدحت على هذه الاستشاره طبعا، ونتمنى ان شاء الله ان حديثك يكون اخذ بعين الاعتبار من قبل اولياء الامور وايضا في المدارس. شكرا لك دكتور مدحت. اهلا وسهلا بخاطرك. الله يحفظك يا رب. استاذ سالم، يمكن في ذكرنا كلمه ادمان قبل نروح المدرسه شويه. في بعض الاماكن نحن نقول عنها ادمان وهم يقولون عنها احتراف، ويدعمون بعض الاطفال اللي يحصلون ان عندهم مراكز العقل تنمو ويستطيعون ان يتحكمون بمثل هذه اللعبه بطريقه كبيره جدا، ويبدا حتى شفت في الفيديو في حركات كثيره جدا. نعم. ويدخلون بها مسابقات. نعم. وتؤخذ الى منحى اخر. نعم. لماذا نحن نعتبرها ادمان ونبدا في عمليه المنع؟ هي على حسب المفهوم. شو مفهومي انا بالنسبه للطفل اللي يلعب هاي اللعبه؟ زين، اذا مفهومي فيه انه ممكن ادخله في مسابقات او اتجاهات اخرى للاستفاده من هذه اللعبه، مثل ما يعني نطرح ان احنا كيف نستفيد من هاللعبه، كيف ممكن ان احنا نستغلها كاولياء امور وكمدرسين في الصفوف بالنسبه على اساس ان نعرف نستفيد منها. اذا اخذناها بمنحى ايجابي بتكون هي ايجابيه. صحيح. واذا اخذناها بمنحى سلبي بتكون سلبيه. نعم. اذا انا بيجي بقول والله الطفل اللي يلعب هذه اللعبه انه بيصير مدمن عليها، زين كذا انا حسبت بس فقط وقت الوقت اللي اخذته اللعبه من ال 24 ساعة. صحيح. اما اذا رحت اشوف شو الابداعات اللي ياس يسويها في الهاي او شو الاشياء الحركات اللي ياس يعملها او ما ادري ايش، هنا انا اتجهت للتفكير الايجابي. نعم. اذا انا عودت على شيء شو ايجابي، هي كل حاجه لها منحى. صحيح. ايجابي ومنحى سلبي. اللعبه هذه طبعا مثل ما قال الدكتور انا ممكن استغلها كولي امر. احنا لما نلاحظ الان اطفالنا زين لما نطلع الحدائق الخارجيه خارج البيت ما حد يطلع ويانا، قليل يعني اثنين او ثلاثه والبقيه كلهم كل واحد ماسك الايباد ماله وتليفونه وهذا. زين هاي ممكن تساعد انه طلعت هذا. زين فصار عنده وقت فراغ طيب مع العائله واجتماعه مع العائله ويرسته. صحيح. وصار فيه يتقبل الافكار الثانيه من العائله. في المدرسه لما تشوف اللعبه هذه اللعبه ممكن تستخدمها كوسيله تعليميه. مثل احنا نتعلم انه الرياح لها مقاومه. صحيح. زين حركه هذه كم سرعه اللفاف هذا وكم القوه اللي انا اعطيته اياها وكم الفتره الزمنيه اللي اخذتها في عمليه الايقاف هذه. نعم. اذا هنا انا اقدر احسب شو زين مقاومه الهواء الجوي لهذه
اللفة نعم او الشكل، ويمكن يضاف عليها بعض التحديثات حتى نستطيع ان احنا نعم نحسب السرعة وغيره. زين ثاني شيء، هل المدرسة ممكن تعمل لها مسابقات؟ ممكن. زين الشخص المتميز فيها ممكن ان يتكرم، الشخص ما ادري شو، احدد لها اوقات معينة، احدد لها نادي للعب. فالإدارة المدرسة والمدرسين عندهم ابتكارات فيها، ممكن تكون في عملية التهيئة الحافزة بالنسبة للطالب. انت لما تدخل الصف الان عندك وعندك درس، انت تبقى اول حاجه كمدرس انك تشد الطلاب ليك كلهم، يكون نسبه التركيز عندهم هذا، لان العشر دقائق الاولى هذه هي اللي عمليه اسقاط المعلومه. صحيح. والفكره لاساس ان الطفل هذا يبدا يبدع ويبتكر في بعد باقي الحصه. فاذا هذه وسيله شد طبعا، زين وسيله تحفيز، زين وسيله شويه الاطفال اللي عندهم حركه في الصف ممكن تتهديه وتقننه باللعبه هذه طبعا. فيعني ممكن اقول لك مثل ما اقول لك، انا تاخذها بشكل ايجابي ممكن تاخذها بشكل سلبي. طيب اذا انا اقولها بكل بساطه، اذا ما حب عيالنا شيء خلينا نحبه ونحوله لشيء ايجابي. نعم صحيح. زين كلمه اخيره باختصار شو تقولها؟ انا اقول ان اطفالنا امانه، اذا هنا ندور الاشياء الايجابيه عشان نوصل هذا الامانه. نعم. توجهات الدوله وتوجهات الشيوخ والحكومه زين ان يطلعوا عندنا اطفال وشباب مبتكرين مخترعين يوصلوا علوم الفضاء ولا لا. زين اذا ما نين على الاشياء اللي هي البسيطه هذه ونعمل منها في وسائل التواصل الاجتماعي مشكله كبيره وانها تعمل عمليه ما ادري شو، لا هي هذه عباره عن لعبه، ومثل ما تكلمت ان هي لها وقت ثم بعد ذلك تنتهي. صحيح. زين فنخليها تاخذ مع انحناها الطبيعي لوصولها لاعلى سقف، ثم بعد ذلك تقاها. قدرنا استفدنا منها استفدنا، ما قدرنا خلها بتعبر. نعم. بتعبر. انا هنا يهمني ان المدرس زين يقدر يدير صفه في ال 45 دقيقه اللي هي مال الحصه بشكل زين يجعل الطلاب اللي عنده كلهم مشغولين بما اهداف الحصه. نعم. فتختفي اللعبه روح عناصر المؤثره. نعم. نحن نشكرك استاذ سالم الكعبي على وجودك معنا اليوم، نتمنى ان شاء الله اكيد الاهالي والمدرسين وكل من شاهدنا استفاد من هذه المعلومات. شكرا لك. باذن الله وشكرا على استضافتك. الله يحفظك يا رب. اذا مشاهدينا فعلا اذا كان ولدك سعيد عيشه السعاده، اسعد وياه، حاول تقرب منه، شوف الايجابيه من الشيء اللي قاعد يستخدمه. ترى الطفل ذكي جدا ويقدر يقول بكل بساطه شو مسوي مشاكل اهالينا وكم اعمارهم هذيلا، ترى اللي هي لعبه بنلعبها شويه وبنفرها، فخلكم حذرين شويه وخلكم وياهم. كل الشكر للخبير التربوي الاستاذ سالم الكعبي، وشكرا ايضا للدكتور مدحت الصباحي استشاري الطب النفسي رئيس وحدة التأهيل النفسي بمدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت شركة صحة. مشاهدينا هذا كان حوار المساء، انتهى. بعد فاصل إن شاء الله بنرجع وياكم ونكمل باقي فقراتنا. تحية لكم من جديد مشاهدينا، وبعدنا مستمرين معاكم في فقراتنا المتنوعة لو البادي. خليني أذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي، ذهب التذكير لكم طبعا لقناة الظفرة وهي ظاهرة أمامكم على الشاشة، ونرحب بأي نوع من التفاعل عليها، بالإضافة أن يمكنكم مشاهدة كل ما فاتكم على مواقعنا الاجتماعية. عبدالله لفت نظرك اليوم أن يوم نطلع نحن في الطائرة دائما عادة نشوف أن موظفين الطيران يحطون يدهم وراء ظهرهم في الاستقبال او في الخروج، هذه دائما موجوده، بس الناس ما يعرفون حقيقه يعني الوقفه هذه، هي بروتوكول او هي تعاليم او هم يدرسونها في جامعه الضيافه قبل يدخلون في مضيفين طيران يصيرون، فالناس ما يعرفون طبعا، صار عندهم حب انه شو هذا اللي يصير مثل الصوره هذه اللي نشوفها مع بعض. هاي الوقفه طال عمرك يتميز بها المضيفين طبعا في استقبال مثل ما قلتي، السبب مالها هو انه خليني انا اقول لك، أنت بقول لك السبب، أنا بقول لك عشان طيب. عشان لأن أكثرهم حريم. طبعاً الإجابة مشاهدينا أن الوقفة هذه أوضح عنها طبعاً موقع برايت سيد السبب وراء تلك الوقفة بأن هذا الأمر ليس مجرد بروتوكول أو شكل معين يجب أن يظهر به قبل إقلاع الطائرة أو هبوطها، يجب أن يتأكد طاقم الطائرة من عدد الركاب على متن الطائرة سواء عند دخول الركاب أو بعد جلوسهم جميعاً في مقاعدهم، لذا يستخدم طاقم الطائرة جهاز صغير للعد يضعونه في أيديهم مثل ما تشوفونه هذا كأنه يسبحون ويقعدون يحسبون الركاب اللي موجودين على متن الطائرة.
أكيد هذا طبعاً. طبعا السبب اللي كان موجود، يعني هو سبب بروتوكول انا اعتبره بصراحه، انهم يحترمون الركاب ما يرمونهم، ما يجذبون انتباه الناس ان شيء جالسين يسوون وما يربكونهم عشان ما يعرفون شو هذا بعدين الفيديو. عاد واحد يجي واحد يدخل يقول عديتني يرد مره ثانيه يدخل يشتغلون فيهم الركاب يلا عاد لو كان ثقيل دم ويكون صغيروني رايح يعطيهم العافيه. مشاهدينا ايضا اخر الدراسات جبنا لكم اليوم دراسه تبين اسباب الاكتئاب، توضح ايضا ان الاشخاص اللي تتراوح اعمارهم بين 18 و 39 عام معرضين للاصابه بالاكتئاب بسبب عدة عوامل، وهي زيادة الوزن، المعاناة من الألم، والتعرض لإساءة المعاملة في الطفولة، والأمراض المزمنة. ولمن تزيد أعمارهم عن 60 سنة فكان انخفاض الدخل هو السبب الرئيسي لزيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب. زين الحمد لله هو قال 18 و36 بين 39 و 60 هذه أمورهم طيبة؟ أنا مش موجودة في الخبر هذا الحمد لله، أنا بعدي من بينهم. طيب العنوان وايد قوي مشاهدينا ويشد بطريقة مش طبيعية، حوت قاتل في بحر أم القيوين. نشر أحد الشباب رسالة على مواقع التواصل يحذر فيها من السباحة على شواطئ أم القوين لظهور حوت قاتل في بحر الإمارة، مؤكدا أنه خطر وآكل للحوم البشر. هذا زومبي مو بحوت. أنا اللي شدي طبعا المشاهدين في هذا الخبر أنه انتشر بسرعة والناس قامت تداوله، وهذه من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي، والكثير ينشرون دون أن يتأكدون. ونرجع ونقول أن نحن للأسف مصابين بين قوسين ثقافة اسمها ثقافة ان الواحد بدون ما يعرفها يقعد ينشرها. يقعد ينشرها. اكيد طبعا مشاهدينا الحذر قبل النشر، خلكم دقيقين جدا في التعامل مع مثل هاي الاخبار، خاصة وان الحمد لله طبعا احنا نمتلك اجهزة رقابية متخصصة لمعالجة هذه الاخبار والرد عليها. واللي طبعا كان في الصورة هذا حوت الاوركا، لو هذا اللي موجود هناك هاي مصيبة. لا ويقول لك اكل لحوم البشر ويعني خوف الناس، وهي بلد جدا جميلة وبحرها وشواطئها جدا رائعة. نوضح لهم الموضوع طبعا لتوضيح هذا الخبر. بتنضم الينا عبر الهاتف الاستاذة منى الشامسي مدير إدارة التوعية التنوع عفوا البيولوجي بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، حياك الله. الله يحييك. مرحبا الله استاذتي. أول شيء الصورة اللي ظهرت هذا هو حوت الأوركا، لو هو ترى أنا أقول لك وياهم الناس. هي طبعا هو دائما يتداولون الاسم. نعم. يعني اللي يتداولوا قاتل الحوت أو الحوت القاتل أوركا. نعم. لكن هو هو أصلا في الأساس نوع من أنواع الدلافين. نعم. لكن هي أكبر حجماً من أنواع الدلافين، لكن لا يسبب خطورة على الإنسان بشكل يعني كبير، لأنه يعني يقوم بالافتراس على الكائنات البحرية والفقمات أنواع القرش. نعم. أما الإنسان فهو ما يحبذ أن لحوم الإنسان. نعم. ولم تسجل الآن أي حوادث على الإنسان من قبل الحوت القاتل. نعم. يعني استاذه منى، اذا تاكدنا يعني ما مدى صحه وجود حيتان او كائنات بحريه خطيره مثل ما يقولون على شواطئ ام القيوين؟ يعني خوفونا بصراحه مواقع التواصل الاجتماعي بهذا النشر، روعونا من هذا الخبر، فمدى صحته خلينا نبينها. هو صحيح هو يعني تم رصد او مشاهده هالحوت في اماره ام القيوين، لكن هالحيتان تعتبر من انواع المهاجره تهاجر بين المحيطات، لكن هي تحبذ المحيطات اللي هي شوي باردة، لكن شكله غلط يعني داخل في الدولة، يعني شكله دخل بالغلط. نحن صيف قايلة عندنا الحين. لا لا هو تم رصده يعني خلال السنة، يعني تم رصده كم من خلال السنة كذا مرة. نعم. يدخل شواطئنا ويطلع، مجرد هجرة يعني للشواطئ. مدام هجرة وياي فيزا زيارة يا مرحبا وسهلا، دام ما يروح ما بيتم عندنا. لا بالعكس، انت تقولي الحين انك خفتي، نحن الحين احنا متشجعين، احنا نتوجه الى شواطئ ام القيوين على اساس نشوف هالحوت. نحن نشكرك الشكر استاذتي الكريمة. هل هناك اي مداخلة وتحبين تقولين كلمة للناس؟ انا فقط ان اقول انه هذا الحوت يعني طبيعته اجتماعية، من نوع اللي الحيت قصدي الدلافين اللي هي تحب الناس، ذكية دائما يعني تتحرك بسرعه، لكن يعني افضل ان الجمهور او الصيادين ما يتقربون منه لتفادي اي حدوث اي حوادث، يعني للاحتياط يعني، ويعني عدم التقرب له او ايذائه احتمال يغير سلوكه الطبيعي. طبعا اكيد. نحن كل الشكر لك استاذه منى الشامسي طبعا مديره اداره التنوع البيولوجي بالانابه بوزاره التغير المناخي والبيئه. شكرا لك، حياك الله. الله يحفظك يا رب. شو بتصيرين من القوين ولا؟
انا اقول لك لو انسان هي عيبتني كلمه قالت يعني احتمال لو تحرشت شوي سويت شيء يغير سلوكه. هو لو انسان عادي انت تقعد تواشر وتقعد تتكلم معاه يتضايق ممكن يغير سلوكه، فتحمله ترى هذا حوت ياخذ له وقت يتوالفون وياه. ولكن مثل ما ذكرت الاستاذه منى الشامسي هو اجتماعي مع ناس يتوالف وياه، هو اجتماعي لكن في حدود. اي طبعا يعني انت تتعامل مع حوت ضخمه. زين نروح صحافه اليوم، خلينا نروح صحافه تاخذني ولا اخذ. يلا انا بروح. مشاهدينا عناوين الصحف ونبداها من الاتحاد اللي عنونه 19 مليون و700 الف اشتراك بالهاتف المتحرك نهايه فبراير، و227% هي نسبه انتشار الخدمه. جميل. ونطالع في الامارات اليوم، شارع مليحه يشهد 7 حوادث مروريه وحالتي وفاه خلال 3 اشهر. وفي البيان نطالع، شرطة أبو ظبي تعطي مهلة شهر لتجديد التأمين من دون حجز المركبة. كانت هذه أخبار الصحف، نروح معكم إلى متعة القراءة اليوم. لدينا عنوان رواية قوي، كن خائنا تكن أجمل، هي رواية من أرض الواقع مقتبسة عن قصة حقيقية وحكاية حب كبيرة أحداثها مؤلمة ومليئة بالمشاعر، رواية فيها رومانسية وفراق وإصرار على الفوز بالحبيب، فيها وفاء وخيانة، فيها حسنة تقابل بالسيئة، فيها ظلم وانتقام إلهي شديد جدا. الرواية للكاتب عبد الرحمن مروان حمدان. دعونا نحلق بمشاعرنا مع هذه الصفحات مع علاء اللولو. هل تذكر موعدنا الأول؟ تأملت نفسي بالمرآة لساعات وساعات كما في عمري لم أتأمل. كان كل ما يشغل تفكيري أن أبدو في عينيك الأجمل، فهل كنت الأجمل؟ أخبرني يا أجمل وجه، هل لي أمل في قلبك؟ هل أكمل؟ هل تعويذاتي الأنثوية التي مارستها لأميلك نجحت فيما تعمل؟ تحدث لي، كلمني، غرد يا عصفوري كما تشاء دون أن تسأل، ولا تنتظر مني كلمة فجمالك عطل في جسدي ما عطل، ولا تسألني عن اسمي فوالله ما عدت أذكر حتى اسمي الأول. وماذا بعد؟ هذا هو السؤال الذي كان يجول في ذهن عبد الله الذي لم تفارق تفكيره تلك الجميلة السمراء. كان يحادثها مرة صباحا عندما يستيقظ، ومرة بعد أن ينهي طعام الغداء، معللا ذلك بأنه يحب أن يحلي بعد الوجبة بصوتها، ومرة بعد صلاة العشاء ليسألها عن يومها، ومرة عند النوم، فقد تعود أن لا يغفو قبل أن تعطيه غذاءه الروحي من حب وعاطفة وكلمات كانت تأخذه إلى عالم آخر. طفل كان بين يديها، أعطاها كل شيء دون أن يدرك أنه يفعل ذلك. كانت مشاعره عذراء لم تمسسها يد بشرية من قبل. كان يستقي الغزل من كلماتها حتى يغازلها، كان يتعلم الجرأة في حواراتها حتى يحاورها، كان يلعب بطريقة الهجمات المرتدة لأنه واقع تحت ذلك الضغط البرشلوني الذي لا يرحم. لم يستحوذ على الكرة أكثر من 5% طيلة تلك المكالمات. كانت روان تتحكم بالملعب ذهابا وإيابا، بل كانت تتحكم أيضا بالجمهور والمعلقين وهو يستميت في مجاراتها، ولكن هيهات هيهات أن يتصدى لكل تلك الهجمات. لا تقترب كثيرا، فكم من مخمل كنا نظن قبل أن نقترب منه أنه حرير، وكم من مخادع كنا نظن قبل أن نقترب منه أنه أمير، وكم من حبيب عشقناه وكلما اقتربنا منه يتركنا للحزن ويطير. لا تقترب كثيرا، فالأشياء التي تزداد جمالا كلما بقيت بعيدة تبدو أجمل بكثير. كلما اقتربنا من شخص فلا وطار وطير كان يشرب ريد بول اكيد اكيد كان يطير. لا فعليا يعني وجهه نظر، بس عيبتني دخل برشلونه في الموضوع ودخل الجمهور والمتعلقين والكل كل شيء. انا ما بعلق صراحه انا علقت كافي مشاهدينا فاصل ونذهب ان شاء الله مع فقره الخير.
عام الخير وشهر الخير في بلد الخير. نعم مشاهدينا، الحمد لله بلادنا كلها خير، وبات هالشيء واضح مع التفاعل مع عام الخير لأنه يعم كل أرجاء الدولة، واللي تلعب فيه دور الجمعيات الخيرية دور بارز وملحوظ من خلال نشاطاتها ومساعداتها المتنوعة. وكنا مقبلين على شهر رمضان الكريم، شهر الخير والرحمة. يسرنا أن يكون معنا الأستاذ سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام لجمعية بيت الخير، ليحدثنا أكثر عن أعمال الجمعية ونشاطاتها في هذا العام. مساك الله بالنور ويا هلا ومرحبا استاذي. والنور والصوت. وشكرا لوجودك معنا لتلبيه الدعوه هذه. يا هلا ومرحبا. حياك الله استاذ سعيد. طبعا يعني نتكلم نحن عام الخير عام 2017، تاثيره على الناس على المؤسسات يكون طبعا كنا شيء جديد بالنسبه لهم، وبيقدمون في شيء اكثر، ولكن الاساس الخير موجود، لكن انتم بشكل خاص لتاثير مختلف، نبغي ناخذ هذا التاثير عليكم. نحن نقول رحم الله الشيخ زايد، الله يرحمه، زايد العطاء، زايد الخير، اللي ترك لنا خليفة الخير. نعم نعم الله يحفظه، صاحب السمو يعني، وحكام الإمارات أخوانه، وسيدي الشيخ محمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله. بالمتابعة الحثيثة أن يحثوننا نحن على عمل الخير. الشعب طبعا شعب الإمارات شعب خير، المقيمين على هذه الأرض ناس تحب الخير، فيعني نحن لابد أن نتفاعل مع هذا الوضع طبعا، ونقدم أفضل ما عندنا لهذا العام كونه بإعاز وتوجيه من سيدي رئيس الدولة. الله يحفظك. طبعا أستاذ سعيد، يمكن كل عام له مسمى، مثل ما قلنا كل سنة يطلق مسمى للسنة، وبناء عليها كل جمعية أو كل إدارة أو كل وزارة أو كل في محفله ومكانه يطلق استراتيجية معينة بناء عليها. فنحن خلينا نتكلم على أهم ما سيتم التركيز عليه في أجندتكم لعام الخير تحت هذا المسمى. والله عام الخير نحن أجندتنا أن نحن نسعد الناس الموجودين على هذه الأرض الطيبة، ونسعى مع أخواننا اللي هم يعملون سواء في الداخل أو في الخارج بأن نقدم أفضل ما عندنا من عمل وأفضل ما عندنا من جهد. وأفتكر أن الكل الحمد لله شعب الإمارات شعب معطاء، شعب كريم، وأصبحوا كذلك إخواننا المقيمين على هذه الأرض الطيبة هم يزاحموننا في العطاء يعني، وهذا شيء جميل يعني. خذوا من عاداتنا وتقاليدنا خلاص يعني، نعم. بدأوا يتعودون على هذا الشيء لأن نعم. فعلا نحن شبه يوميا نتعامل معهم، فلا بد من أطباع الخير والتسامح والتفاؤل والإيجابية صارت موجودة عامة كل المقيمين واللي موجود نعم. في دولة الإمارات. ونحن كذلك يعني نحن من طبعنا أن نحن لا نحسس من كانوا إخواننا سواء العرب أو حتى الإخوان اللي هم من دول أخرى، نعم. يعني ما نحسسهم بالفروقات هذه الموجودة، النادي الشخص باسمه، نحترم حق احترام، وهذا طبعا توجيه سامي، وفي تقريبا نقدر نقولها هذا الأمر يجري في الدم يعني، ما نقدر نحن دولة ذات يعني ما نقول ترحيب دائما، وشيوخنا علمونا هذه الصفة الطيبة، وإن شاء الله أن نكون على نهجهم دائما. طبعا أكيد إنما الدين هو حسن الخلق، ولذلك الحمد لله يعني حسن الخلق هو البادرة الأولى اللي أي حد يتعامل مع أي إماراتي أو أي شخص دخل دولة الإمارات ما يجد إلا حسن الخلق. ما هو سيدي الدين السمح يعني، نعم دين الإسلامي أتى به سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، توجيه من رب العزة والجلال بأنه يعني كله خير. أكيد طبعا. زين نحن قبل ما أدخل في رمضان على طبعا على الأبواب، أبى أروح شوي في جولة مع جمعية بيت الخير، وهذه اللي هي عبارة عن نشرة شهرية تصدر عن جمعية بيت الخير، لكن في سؤال يطرح نفسه أنه هذه تصدر كل في تاريخ 20 من الشهر، يعني شهرية ولكن في تاريخ 20، لماذا تاريخ 20 بالذات؟ نحن 20 عندنا مهم جدا، ويمكن لكل الناس في جميع يمكن نقدر نقول في معظم الدنيا يعني ومعظم البلدان. تاريخ 20 نحن نربط بين الراتب الشهري، وكون تاريخ 20 الناس وصلت الى مرحله صعبه شوي. عز الله قاعد في قلوبنا. الله انك حاكم. كنا نحن يعني تقريبا يعني نحاول ان ما نخلي هذا الشعب، نحن شعب دائما عنده يعني قاده تعلمه الارتياح والراحه والرفاهيه، ودائما يتحسسون الاشياء اللي تسعد الإنسان. طيب. فتاريخ 20 نحن ننزل هذا الشيء لأن
أصبح المعاش شوية يعني أو الراتب مع النشرة تنزل الدفعات يعني دفعات هذه دفعات ربي يحفظكم يا رب. طبعا كل الشكر لرئيس الجمعية معالي جمعة الماجد وأيضا نائبها خليفة جمعة النابودة على هذا المجهود الرائع في هذه طبعاً. المجلة على كل ما يطرح فيها من أعمال خيرية وتهم الأسرة. أكيد 28 سنة ما شاء الله في أعمال الخير وأكثر من 1,500,000 درهم داخل الدولة من نعم. تبرعات ومبادرات إلى آخره نعم. خلنا نتكلم على من تأسيسها إلى اليوم هذه الجمعية الخيرية. والله هذه الجمعية يمكن تأسست هي طبعا يمكن ناس كانت بمسميات أخرى نعم. أو كانوا يعطون هم كرئيس المجلس وإخوانه خليفة جمع النابودة والآخرين كذلك من أخوان أعضاء المجلس تأسست الجمعية بتواضع جدا. وكانت هذه تقريبا في أثناء حرب الخليج وكانت تعين الأخوة لما صارت الأزمة أزمة الكويت وبدأوا الحمد لله بنشاط جيد. واليوم نحن نتربع على أكبر يعني شريحة في الإمارات ثمانية تقريبا 4 فرع لجمعية بيت الخير اللي فرع دبي عمان رأس الخيمة والفجيرة كذلك بعاز من سمو الشيخ حمدان حفظه الله بن راشد أن ندير 4 مراكز لهيئة المكتوم تمركز طبعا في مناطق دبي ونحاول إن شاء الله نقدم أكيد. أفضل الخدمات للجمهور سواء مقيمين أو مواطنين. يعني الجمعية اليوم عندها داتا لما يزيد على 45,000 أسرة ما شاء الله. ونحن يعني إن شاء الله أن نحاول نقدم ما نستطيع في هذا أكيد إن شاء الله. طبعا هذا الإصدار هو خاص ولأن تطلقون حملتكم الرمضانية خبرنا نعم. عنها رمضان إن شاء الله شو جاي فيه من خير. والله ولهم أجر كريم آمين. الكرم لما يأتي من رب العزة والجلال أكيد نحن نتشرف بهذه طبعا المسمى أتى من كتاب الله عز وجل. ويعني هذا الأمر طبعا لا بد أن نسعد الناس فيه نسعد اليتيم نسعد الأرملة نسعد الكبير السن نسعد ضعيف الدخل نحاول بقدر ما نستطيع أن نقدم عطاء يعني بكل جهودنا طبعاً. عبر فرعنا الثمانية هذه اللي موجودة ونديرها بموظفين تقريبا 380 موظف ومتطوع. ما شاء الله. اللي انتم ما تعرفونه ان الجمعيه ما شاء الله بال8 أفرع اللي موجوده هي بايادي اماراتيه من النساء ما شاء الله تبارك الرحمن يعني انا جدا فخوره في هذه المعلومه نعم. وايضا اكثر من 380 رجل وامراه موجودين يعني غير النساء اللي موجودين نعم. عندكم حمله جدا رائعه وسميت مسمى يمكن الناس تستغرب اذا قلتها حمله 7 نجوم يعني هذه فيري كلاسي يعني ارقى طبقه. خلينا نتكلم عن هذا المسمى حمله 7 نجوم. والله هذه 7 نجوم نحن طبعا اخترنا هذا المسمى لتقليل الصعوبات على الجمهور أو المتلقي. فنحن لما جينا الاتصال أو التوجيه خلال نص ساعة نقدر نتعاون مع الجهة وأن يسير إلى أي صراف من الأنصاري في أي إمارة من الإمارات ويستلم خلال 20 أو 25 مساعدته بدل مي الفرع ما شاء الله يعني عليكم من شيء خدمة ما تحصل أكيد صراحة. أكيد طبعا نحن وهذه إن شاء الله راح تستمر أطلقناها في هذا العام ومعاكم كذلك نطلقها يعني صارنا تقريبا أسبوع من أطلقناها وإن شاء الله راح تستمر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إذن نحن بهذا الخبر السعيد نختم يمكن فقرتنا اليوم ونتمنى لكم كل التوفيق. طبعا دولة الإمارات أياديكم البيضاء دائما متواجدة في كل مكان التعاون المثمر دائما في هذه الدولة ونوجه دوعة خاصة للمتطوعين كلما زاد عدد المتطوعين مع هذه الجمعيات الخيرية زاد الخير حق مجتمع دولة الإمارات. كل الشكر لك أستاذ سعيد. شكرا. طبعا نحن نمشي بتوجيهات سيدي رئيس الدولة وأخوان أعضاء المجلس الاتحاد وكذلك يعني طبعا نحن مديرنا العام عبدين طاهر العوضي الشخص يعني طبعا باذل كل جهد أن يرفع من مستوى الموظفين ويدفع بالأفرع والجمعية إلى الأمام وفقا لتوجيهات
السامية من الحكومة ومن رئيس المجلس ومجلس المواطنة. الله يحفظك، شكرا، كل الشكر لك استاذ سعيد. شكرا. اذا مشاهدينا كل الشكر للاستاذ سعيد مبارك المزروعي نائب المدير العام لجمعية بيت الخير، وننتقل معكم حيث تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نظمت وزارة الطاقة ملتقى الإعلام البترولي الثالث بحضور وزراء الطاقة والبترول والثروة المعدنية في دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. تفاصيل أوفى مع زميلتنا دانا الحمالي. تنطلق اليوم فعاليات منتدى الإعلام البترولي لدول الخليج العربية في نسختها الثالثة المقامة في مدينة أبوظبي، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. يشارك في هذا المنتدى نخبة من كبار المسؤولين في قطاع النفط والغاز. للمزيد خلكم معنا. نتشرف برعاية المنتدى الثالث للإعلام البترولي وتحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. هذا المنتدى مهم جدا بالنسبة لنا في المرحلة الحالية لوضع السوق. الهدف منه أننا نتحدث مع أخواننا الإعلاميين لإيجاد آلية أفضل لتمثيل المنطقة وتمثيل دول الخليج في الإعلام البترولي. نريد أن يكون عندنا مخرجات من مخرجات التعليم إلى العمل الميداني، أن يكون عندنا صحافة واعية وإعلام هادف يرتقي إلى مستوى الإعلام العالمي في مجال نقل المعلومة الصحيحة والشفافة والتي تنفع السوق، ونبتعد عن الإعلام الذي يبحث عن الإثارة فقط في نقل المعلومة. طبعا لكي نصل إلى هذا المستوى يجب أن تتعاون الشركات المختصة في مجال النفط والغاز مع الإعلام، المؤسسات الإعلامية القائمة ومع المؤسسات التعليمية. ملتقى الإعلام البترولي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة العلاقة التفاعلية بين المسؤولين في قطاع النفط والغاز والمسؤولين الإعلاميين بهدف توضيح ونقل المعلومة الدقيقة من مصدرها. كل هذا حقيقة يأتي إيمانا منا جميعا بأهمية الإعلام. هي مشاركة عن دور وسائل الإعلام المحلية في تغطية الأحداث والملتقيات وكيفية تغطية قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات. مشاهدينا إلى جديد الأخبار. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله، حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام. حفل العرس الجماعي بمناسبة زفاف الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى كريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبمشاركة 190 عريسا وعروسا من أبناء الوطن. وحضر الحفل الذي أقيم مساء اليوم بقصر المشرف في أبوظبي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
كما حضر الاحتفال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني سمو الشيخ أيضا أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان. أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور تعليمي راق وبرامج وتقنيات مدرسية حديثة تتوافق مع المعايير الدولية يعد ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة إلى تحسين مخرجات التعليم والنهوض بالتعليم العام والأكاديمي إلى مصاف الدول المتقدمة. جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مساء أمس على مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة حفل تخريج كوكبة جديدة من طلاب الصف الثاني عشر في أكاديمية رأس الخيمة للعام الدراسي 2016-2017 والبالغ عددهم 72 طالبا وطالبة. ودعا سموه أبنائه الخريجين الذين سينتقلون إلى المرحلة الدراسية الجامعية إلى أن يضعوا هذا الوطن نصب أعينهم ويتفانوا في سبيله وأن يعملوا من أجله بجد واجتهاد. مشاهدينا أيضا ننتقل معكم إلى مركز كرياتيف لطب الأسنان والمتخصص في ماذا متخصص ريم خبرينا؟ متخصص في جميع أنواع العلاجات والتركيبات تقديم عرض خاص لبطاقات VIP Gold بقيمة 6000 درهم مقابل 1000 درهم فقط. باقة عرض مميزة وتتضمن تخفيضات 50% على التركيبات والعلاجات بالإضافة إلى ابتسامة هوليود التي تتم بأحدث التقنيات في هذا المجال. كذلك فتح الملف والكشف المجاني بجهاز بانوراما وصور الأشعة وسيتي سكان اللي هي بتقنية 3D. ويتضمن العرض أيضا التنظيف والتلميع الماسي مرتين في السنة مجانا. أما إذا أردت الحصول على أسنان بيضاء فالعرض يقدم لك أيضا خدمة تبييض الأسنان مرة في السنة مجانا، وهي بطاقة VIP Gold هي اشتراك سنوي يضمن لك خدمات متميزة بإذن الله. وصل معكم إلى ختام حلقتنا، نتمنى أن نكون نحن أمتعناكم خلال ساعة ونصف في فقرتنا المتنوعة، وإذا ما شفتوها تقدرون تشوفونا في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة في قناة الظفرة. إذا مشاهدينا لقينا إن شاء الله تجدد باكر، إلى ذلك الحين نقول لكم في أمان الرحمن.